التحية تتجدد والانطلاق يستمر من أرضية هذا الميدان عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة بتحديات الأصالة والتراث بانطلاقات هذه الشعارات التي أتت من كل حدب وصوب من كل فج عميق للمشاركة في هذا الصرح التراثي في هذا الميدان الذي سمي بعاصمة ميادين سباقات الهجن لكونه في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. إذا مشاهدينا الأعزاء انطلق شوطنا 19 الذي حمل منافسات الجعدان من فئة الإنتاج. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين ونذهب إلى العابر اللي على المركز الأول المملوك لعلي بن سالم بن هياي المنصوري، بينما المركز الثاني فأجد غدوم من هناك ناصي الواصل بشعار علي بن سالم بن ثعلوب الدرعي. المركز الثالث شاهين فاضل بن سعيد بن سالم الهاملي. المركز الرابع غزيلان علي بن عبد الله الفهيد المري. المركز الخامس من الجانب الآخر أرصد للوصول والتقدم أيضا بهذا التحدي الجميل. هناك مهيض سعيد بن محمد الشرقي العفاري، ومتى بنقول يا أهل الجعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه. الله لا نصبغ الأحداث بل ننتظر الأسماء الواصلة. وصل أيضا مشقي لمبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي، وتحرك شاهين لمحمد بن خليفة بن ضبيب الشامسي، والغدوم من ناصي خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي والعمال لخليل بن سالم بن حمد البطين المري. الله يا هذه الأسماء الواصلة، هذه الأسماء الكبيرة التي يا ما صالت وجالت في عالم سباقات الهجن. ولكن عودتنا إلى ناصي اللي مصدر القمة وماخذ المركز الأول، ماخذ الصدارة الحالة علي بن سالم بن ثعلوب الدرع. يا أهالي القاعات انتظرون السلامات يا بن ثعلوب، ولكن الوصول أيضا الوصول والتقدم من مشقي مبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي، وكذلك شاهين فاضل بن سعيد بن سالم الهاملي. تحرك على المركز الرابع، تقدم هنا رجيب لمحمد بن ضحي بن عبد الله المنصوري، وكذلك العمال. تحرك العمال وصلوا أهالي عجايب، تقدموا في هذه اللحظات الجميلة. خليل بن سالم بن حمد البطين الوزن الثقيل في عالم الأصالة والتراث يتحرك في هذه اللحظات، يتقدم في هذا المسار الجميل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. والتقدم بدأ أيضا من شاهين محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، كذلك وصول جميل والتقدم ما شاء الله. عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى مهيض، إلى مهيض راح إلى الصدارة، راح إلى المقدمة، راح إلى المركز الأول. سعد بن محمد الشرقي العفاري هنا يسيطر على الصدارة. المركز الثاني العمال خليل بن سالم بن حمد البطين المري يتقدم بالمركز الثاني وياتي على ثاني المراكز، بينما ولكن عودتنا إلى الصدارة إلى المركز الأول. إلى هنا انطلاقة هذا التحدي، ولكن العودة إلى مهيض، إلى مهيض ويا هل القعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه. الله سلام بالشرقي، سلام سلام بالشرقي، سلام سلام لسعد بن محمد بالشرقي العفار. يالله ومركم بسرعة ما هو بريض. شكرا يا عايش، تهانينا والناموس إلى مالك مهيض سعد بن محمد بالشرقي العفاري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل فيه مشقي مبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي، ثالث المراكز وغدوم هناك بانطلاقة أيضا الكايد لعلي بن راشد بن سعد بن سعيد البرس المري، رابع المراكز. وصل في هناك مذهل عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، وخامس المراكز.
هناك وصل في انطلاقة شاهين محمد بن عبد الله من محيروم المحرمي. إذا مشاهدينا الأعزاء شاهدنا هذا التحدي الجميل وشاهدنا هذا التنافس الرائع والممتاز حيث كان محير بطلا من أبطال هذا الشوط. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 4:32 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مهيض والتوقيت الأفضل. عفوا التوقيت توقيت مميز هناك مع هذا الانطلاق الجميل. بينما المركز الثاني 4:34 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وصل في هناك على المركز الثاني مشقي مبارك بن ناصر بن يوعان الشامسي. المركز الثالث فوصل فيه هناك شعار البريسي ايضا الكايت لعلي بن راشد بن سعيد البريسي المري وتوقيت الزمني 4:34 ستة اجزاء من الثاني. تهانينا والناموس ولكن تهانينا والناموس الى مالك محيط سعد بن محمد بالشرقي العفاري على هذا الفوز والانتصار الجميل.